تتواصل مساء غد الخميس منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي منتخبا سوريا وأستراليا على أرض استاد جاسم بن حمد بنادي السد عند 2:30 لحساب المجموعات الثانية. تدخل سوريا المواجهة وهي تملك نقطة واحدة إثر التعادل السلبي مع منتخب أوزبكستان، ولا سبيل لها إلا الفوز إذا أرادت تعزيز الحظوظ في الوصول للأدوار الإقصائية. أما المنتخب الأسترالي فيملك 3 نقاط جعلته في الصدارة، وفوزه في لقاء الغد يعني تأهله رسميا للدور ثمن النهائي. وفي نفس المجموعة يلتقي في المباراة الثانية منتخبا الهند وأوزبكستان على أرض استاد أحمد بن علي المونديالي عند 5:30. المواجهة تعني الكثير للمنتخبين، فالهند دون نقاط في المركز الرابع، وأوزبكستان تملك نقطة واحدة متساوية مع المنتخب السوري في وصافة المجموعة. الكل سيرفع غدا شعار الانتصار رغبة في إنعاش آمال الحصول على بطاقة الوصول للدور الثاني. آخر مواجهات الغد تقام على أرض استاد الجنوب عند 8:30، وتجمع منتخبا فلسطين والإمارات على حساب المجموعة الثالثة. المنتخب الفلسطيني في المقعد الأخير في المجموعة دون نقاط بعد الخسارة من إيران 4 أهداف لهدف، والإمارات تملك 3 نقاط في الوصافة بعد الانتصار 3 أهداف لهدف على منتخب هونغ كونغ. فلسطين ولا خيار غير الفوز للبقاء في دائرة المنافسة للصعود للأدوار المتقدمة. أما الإمارات فالانتصار يعني الإعلان رسميا عن الوصول للدور ثمن النهائي، أما التعادل فسيبقي الحظوظ قائمة في التأهل حتى الجولة القادمة.